حاول البحث عن الثغرة بالمراوغات، ولكن الكثرة تغلب الإرادة في هذه اللقطة الماضية. زحنيط من هناك يأتي له بنيطو، بنيطو راح تكون كرة صعبة لصالح هجوم وفاق سطيف. بنيطو يمرر ناحية زحنيط، زحنيط أمامه مدافعين يتمكن من التمرير ناحية قاسمي. تسديدة رائعة من قاسمي مباشرة تسكن في شباك الحارس بن خوجة نسيم في الوقت اللي كانت فيه شبيبة الثورة هي من تضغط، في الوقت اللي كانت فيه شبيبة الثورة هي من تحاول، وفاق سطيف هو من يفتتح مجال التهديف إثر هجمة مرتدة سريعة قادها صانع الألعاب زحنيط. وتسديدة قوية من قاسمي، كانت تسديدة قوية من قاسمي الذي يسجل أول أهدافه بها هي الإعادة. من أين لك هذا يا قاسمي؟ يا قاسمي أي كرة وأي صاروخ وأي قذيفة مباشرة سكنت شباك الحارس بن خوجة. إذن قاسمي أحمد اللاعب السابق لاتحاد العاصمة يتمكن من تسجيل أول أهدافه بألوان وفاق سطيف. أخطأ تقريبا خمس دقائق لما يترك الكرة تربح كرته من هناك مباشرة في القائمة الثاني. دائما لا يزال الخطر صعبة صعبة هذه الكرة. الشبيبة تعدل النتيجة، الشبيبة تعدل النتيجة بعد أخذ ورد في منطقة العمليات، بعد مد وجزر في منطقة العمليات. المهاجم أودو يتمكن من تعديل النتيجة والأهزيج تتعالى من ملعب 20 أوت 55 بولاية بشار. وجاء ضغطها، جاء الهدف في وقت حساس يعني مخالفة مثل هذا الترباح، وكان الحضور حضور تاع اللاعبين فريق شبيب صار كانوا حاضرين في منطقة العمليات، كان الحضور وكان حسن التموقع التمركز ودفاع وفاق سطيف. نعم ارتكب أخطاء يعني وحده دونالد وحده يعني بدون رقابه منطقه العمليه. اذا دونالد يعيد المياه الى مجاريها ويعيد المباراه الى نقطه الصفر. نعم ها هي المدرجات، مدرجات ملعب التكتيك نتاعه ما بدلش. الكره دائريه من هناك صعبه. الهدف الثاني لصالح وفاق سطيف. كما كنت أقول، كما كنت أتحدث، المدرب خير الدين ماضوي أعطى نفس آخر. سفيان بعد دخوله مباشرة، يونس سفيان يتمكن من تعميق الفارق وتسجيل الإصابة الثانية، وفرحة عارمة وسط أنصار وفاق سطيف الذين تنقلوا معه اليوم إلى مدينة بشار. شوف يونس سفيان، هيا الإعادة والتوزيعة من إلياس بوكرية، كانت كرة هنا والمتابعة من يونس سفيان، أولى كراته هي في شباك الحارس بن خوجة نسيم. كان دخول إيجابي والشيخ مادو تاني راه شاف ودخل، خرج مهاجم، دخل مهاجم منصب بمنصب بنفس ديناميكية.